شو مخبية السنة الجديدة؟ يعني خلينا نقول من الآخر 2018 سنة تعتير. بس هشام فينا نقولها بطريقة ناعمة، سنة تعتير. شو ناطر الأبراج؟ مهنياً، صحياً، وعاطفياً. أول السنة في خطر عليه شوي، ويمكن يطلق كمان. أنا برأيي حتى لو ما عنده مشاكل من الأفضل يطلق بأيلول. خلص بلاها هاي الصفحة كده ما عنده مصاري كيف؟ السنة عنده مصاعب. وللسياسيين حصة. شيخ سعد الحريري حمل معقول يعملها مرة تانية؟ جبران بسيط جوزاء عنده مركز كمان أفضل. أفضل من هيك وما يصير. لا لحظة أفضل. ماجي فرح بإعادة لتوقعات سنة 2018 الأربعة 11 لتلت على الـ LBCI والـ LDC.